مساء الخير واهلا وسهلا بالجميع لحلقه جديده من يوميات الطلاب بالاكاديميه. الليله ومثل العاده رح نقوم بجوله على اخبار ونشاطات، البدايه مع عوده الطلاب بعد البرايم وردات فعلهم المختلفه بعد غنائهم امام الجمهور والاساتذه. لأحلى عالم جمعة تجي أنت طبعاً. شوف أول شيء طالع قلت له ما بقى يعني ما بفكر، فكر بس بالشغل علي. السؤال فيه افهم ليه ما عم بطلع بالتوب؟ شو بدنا ناكل؟ هي انذار إني أنا نوميني. شو هو حبيبي؟ ليه ما عم بطلع بالتوب؟ يا قلبي شو خص انذار؟ قديش بتشتغل؟ ليك؟ والله عم بتقدم. بساطت انه امير قال لي انه بين عليك انه صار 20 سنه انه عندي كثير مبينه، كثير مبينه ناضجه على التي في، كثير كثير بينت ست ليدي. اليوم اف واو طلع انا هيك اسمعهم الا سمعهم سمعهم الا والله العظيم ما فينا نحكي عن مسرح. كمان كمان حياتي كثير حلوه، حياتي كثير بكره رح تسمعي حالك انت وات ايفر. شو الله شو الله اللي كان شغال بدي اسمعها بس بدي لو بحط لي ميوت وبحضرها انا بس عم برز. كنت سو ليدي على المسرح. ثانك يو. عن جد كنت ذا ليدي. حاسه بكره حاسمع مصايف في التلفزيون. بتعرفي شو هلا برمي ببيروت انا لو بينزل بقعدوني بس هلا على الروشه وفل. ايش لا وجابوا الروشه وسيتونا بي في الصور. حبيبي شوبينج شوبينج. انا عارفه يا حبيبي عارفه يعني ايه شوبينج، يعني هجيب بناطيل. ما عادش عندي بناطيل. زعلان مروان عشان ما طلعش توب وان. انا زعلان لانه انا حبيبتي مروان بيفرح لي اذا انت طلعت توب وان. بجد يا مروان؟ ومروان بدي اقول لك شغله، انه مروان ما بعينه التوب وان. ما بعينه؟ ايه يعني مش بعينه انه هو يطلع توب وان، عين بحاله هو شو. ولا خبري خبريه ثانيه انه نحن ما بعيننا التوب 1. انا ملاحظه ان في نفسيات كده بتبقى عم ننسم بعرف. ايه حسيت يا بنتور رجاء حالكم توعوا بقى من بين شهرين خلص. انا هجيب لكم حاجات حلوه عشان تهدوا شوي. اكثر من اكثر الاغاني يلي يلي من اكثر الستايلز يلي كثير صعب انك تتحكمي بالتمبو هو الراب. مسؤوليتك؟ يس. مابال وشانتال قرروا يحضروا شيء مميز للشباب، وعيوا بكير قبل الكل وبدأوا بتنفيذ خطتهم. مابال يلا طلع. ليك بنتي صينية كان في واحدة هون الموب وينه؟ لقيته؟ صباح الخير. جا اطلعوا ناموا بليز. عندي مشكلة اليوم. يا ليش سعيدين؟ نزعتوها. ايه طلعوا ناموا تاني. شويتين. كان المفروض من بدري طب تشوف. شويتين. قعدوا هون تطلعوا معنا. عم نعملكم فطور. بس كفي حتى كتر. برافو شباب، برافو بهنيكم. احنا ننتظر المفاجأة.
طب يلا تعالوا اطلعوا معنا بس. تنتظروا مفاجاه؟ اطلعوا معنا. علي فيك تحول. انتبه انتبه القطع من تحت لانه هيدا بلاستيك انكسر. وجيب الجو. وجيب الجو. الجو؟ انا بجيب الجو، انت جبت الجو بعد؟ جبت الجو. حدا بده جو؟ شو بيقولوا لتانت مابيل وتانت شانتال؟ ما تنسوا مشاهدينا تشاركوا بالمسابقة وتربحوا سفرة لبيروت، لتكونوا حد الطلاب وتشاهدوا البرايم مباشرة. ادخلوا على www.cbc-eg.com. بريك ومنرجع. كل أخبار الطلاب بطريقة متواصلة بتتابعوها عبر www.starakarabia.com. مدام ماري زارت الطلاب لتقدم لهم حصة جديدة. عظيم كنت. الحمد لله. أنا معك الأول. صباح الخير، كيفك اليوم؟ هلا أنتوا بدي رأيكم، كيف كان؟ تفضل. رني. نعم؟ رني. وكان فاتح كان مدحر صوته لبرا مش ما بين ال اي الان سمعوا كله إيه؟ كلهم سمعوا مخارج حروف كانوا كثير واضحين تريبيان بعد فين بحبه اداؤه كان حلو استاذ هيدا استاذ يلا شو فرق استاذ لانه انتوا بتحسوا عايشين سوا وبتعرفوا شيلك من المزح كل ما واحد غنى شو اذا فتح تمه او لا اذا ما فتح تمه يعني مش معلق خلص بون اللي كان خايف من السي صابه ومكتئب هلكني بالسي وانا قلبي كنت ماسكته هيك كل الوقت مشان السي بمول تفضل وقال عقب كثير حلو مرتاح كثير على العادي كان كان كثير قد التحدي قد التحدي برافو لانه مش طبقته برافو بحبك وصلت لمرحله انه لما تطلع على المسرح ما تخاف عليه خلص ايه ما ايه مزبوط لا بتخاف انه تنشز لا بتخاف اذا عطيت او ما عطيت انت بتنطر شو عنده تاخذ العقل جديد تاخذ العقل كان اذا شلت الصوره ولا شلت الصوت تاخذ العقل بصوتها وبصورتها بس بدي يعني اللي بيسمعوها اول ما تفتح تمها واو بتجنن هيك بدي اسمع بالي مدام ميري نعم انا غيرها نعم كنت تريد انا تغيرت تماما بسم الله بالفعل الو سي مابل بس بيرفورمنس بلش يكبر الصوت صار عم ياخذ محله حد للرقص وكل شيء بتعرف شو بدي منك تضحك لنا هالضحكه يا قطعه
حكى من فرنا. انا عايزه اقول حاجه. قولي. احسن مره علي غنى فيها امبارح. امبارح مظبوط. واحساسه كان حلو جدا وحضوره كان رائع. لايك. غني مكان غني التكنيك. حسيت انه غني التكنيك. شفت؟ انا شو قلت لكم اول ما جيت؟ للي بيكون صواتهم صغيره بيتقدموا اكثر من الصوات الكبار، لانه الصوات الكبار رايحه بالباور. ببين فيها غلط دغري. دغري ببين الغلط. برافو. صلحوا. كثير حلو. كثير حلو. انبسطت لانكم كلكم غنيتوا هيك كله مرق ومره ومرتين وحلو. حلو كثير. حلو كثير. يلا اون افون على احسن ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. اوعك تسكر. وين جابت؟ ردياز. فظيعه. تظهر لبرا خبطتني ليك ايه هو بلش شطان سيلتوتني وحشة هم وحشة تتحول سيلتوتني وتنزيح من حلها بضاني تاني ايه بليز عم بلهينا طيب مين طلب منك إيه. تحكي بالصف وتطلق حالك بالصف مدام بحكي طيب تحكيني خلاص مدام ركز صدقوني ما بود بعطيكم فوكاليست طفلو فخار يكسر بعض ليك ايدك ليك ايدك فعلا متعايدة شفته شو هالولاد؟ محتاج ايه قاعد الولاد شرح حالهم بتعرفوه؟ يلا انا معك احكي لك شو صار وصلت ل خلصت دوري انا طلعت لازم تلمسي على الطابل هيك لا لا اول ما قال اسمي رحت عملت له هيك قلت له هيك وبسته مان انا قلت هلا بدي اكل عيطة عليا هيدي بس انه خلص بدي بوصه يعني طلعت اللازمه عامل لي هيك ايه صرنا ندبك سوا آه يا شفت الله شو انبسطت شفت اصلا اللجنه سريع بيرقصوا ايه مدام بيتي كانت مبسوطه قوي ايه هم كلهم كانوا مبسوطين بس مدام بيتي مدام ماري مدام ماري عم انا فيها قلت لك كيف انا طبعا امبارح يعني انا حققت حلمي حققت مش انه حققت شيء كثير بتمنى اني كنت اعمله كنت حازعل لو فليته ما عملته مع هالشخص بحس العالم حبتني بهيدا اللون كمان شو بدي لك انا بالباك ستيج انت كنت خايف على الافلات كنت خايف على ما بقى حاسس حالي عم غني ما بقى ايش شيء صرت ايش بس لايتنج وجوزيف لايتنج وجوزيف ما بقى اطلعت على الجمهور لا امي لا بي لا العالم وما كنت سامع حدا ما كنت سامع يعني انا بس قالوا شكرا لفايل وعبطوا لجوزيف شلت هيك شوي الهبيس اوف قد ايه في ضجه ان شاء الله هالشيء ابني هالبرفورمانس بدي احضر اغاني انت شنو مثلا تغني مع جوزيف حلوه تغني انت مع جوزيف لا تخليني اتعذب واجرح وداخي اليك حلوه مان شو بدك بالحكي على رايي ما بال هذه اللي لو قلت لي لا بتنشلل عشان احفظها سيلافي انت حفظتيها سيلافي ما بال طبعا يا حبيبي طبعا يا حبيبي طبعا يا حبيبي انت علي اخبار الاكاديميه ما خلصت منتابعها بعد البريك منتابع يوميات ستار اكاديمي كلوديا زارت الطلاب لتقدم لهم الامتحان الاسبوعي ومثل العاده لتعطيهم مجموعه من النصائح المفيده بونجور بونجور كيفنا الحمد لله بونجور وين هن عم يتحمموا شيء مدري شو يلا عيطوا لبعضكم هاي كيفكم اليوم الحمد لله ماشي بدنا نحكي اليوم عن الايفال دغري بدنا نعمل تجربة لأنه يا ربي هالتجارب قبل بمرة عدة مرات لعبنا على كتير عناصر يعني مثلاً على الخيال
على التمثيل على كذا. اليوم بدي العب على عنصر مهم هو الوقت. بدي احمل كرونومتر بايدي، كل واحد معه دقيقتين ما معه غيره. لما تقطع دقيقتين بوقف. يعني كل شيء بعد دقيقتين مش محسوب. كل شيء بعد دقيقتين مش محسوب. ليش؟ شو الموضوع؟ لأنه بدي بهالدقيقتين تفرجون اللي بدي، يعني بدي أشوف إذا بتقدروا بوقت قليل توصلوا الفكرة اللي بدي إياها. فكرة بسيطة كتير. بيجي أنا اليوم بقلكن وأنا معي ورقة وقلم لفسر لكم كيف واحد بشرح الفكرة، يعني كيف بيوصل للهدف اللي هو بدي إياه أسرع وأحسن وبطريقة أعمق وما تطلعوا كلكم مثل بعضكم. أنا بدي أعتبر إنه عندي على المطرح، ما نحن على المسرح، أنا بدي أعتبره مسرح، في عندي تليفون. الشخص اللي هو أنتو يلي فايت هيدا شخص موقوف بالمغفر بالنظارة عند بالحبس، عم يتحقق معه لقضية ما، متهم بشي، أوكي، وهو بهالتحقيق. كيف هم بيعطوكم دقيقة لأهلكم بسكروا الخط؟ عطيوكم دقيقتين لتلفنوا لحدا مين ما كان يكون، من وقت ما تفوتوا أنتو وتحملوا التليفون أنا ببلش بالدقيقتين. بدكن تلفنوا لمين ما بدكن، تغنوا اللي بدكن ياه، تقولوا اللي بدكن ياه، ضروري القول يكون جملة يمكن بس لأنه بدنا نغني ومعنا دقيقتين. بحبكم كثير انا، بحب كثير هيك الحدا اللي بعده هلا طالع بحب يعمل شيء للناس. انتم لازم تعملوا شيء للناس اللي الله يمكن ما اعطيهم، يعني اعطيهم قوه بايديهم، لانه الله عاطي كل واحد سر. في واحد سر بيعمل الشمعه، في واحد سر بيعمل هودي، في واحد سر بيعمل هيدي اللي حطتها بشعره، في واحد عنده سر انه بيعطي فن ومثقب انه الفن احلى شيء بالدنيا من دون استثناء. عشان هيك انتوا لازم تكونوا احلى العالم. يا رب نتكلم مع هنا حتفرقع والله العظيم، والله غنتفرقع اخوي. من عندك معك عايز تتكلم مع مين؟ مع هنا شوي. مع مين؟ شويه هي دي اصلا ما بتلحقش الكحه في لا بيجمعوها. قول له عامله ايه ماما اخبارك ايه؟ لا اصبحوا بيجمعوها دقيقتين يعني بتكح حتى الدقيقتين برضه ما بتلحقش. واحنا بيتنا اتخرب من قليل، احنا ايام ما كنا بنبقى قاعد ماسك التليفون كان بيدفع 50,000 جنيه فاتوره مثلا، وما بيدلوش باله لما يكمل الساعه يشوف ال 60 دقيقه قدامك. تبقاش انت مرتاح نفسيا لما تشوف ساعه قدامك بتعد. اوقات بتبقى عايز تخلص البطاقه تخلصها، يعني تحطها هوت بار. يا ابني انا كان بيبقى ليا عدد دقايق معين في الشهر، كنت اوصل مثلا ليوم 13 14 في الشهر الموضوع خلص وبدات اشحن بقى. بدات اكمل بقيه الشهر بفلوس من كتر ما هم وايه ودقايق، يعني طبيعي ان ممكن بعد الشهر تبقى لسه فاضل لك دقايق وانت جنيت، يعني تستهلكه كله بقى. فاللي هو يعني لا الموضوع كان مرض، بس دلوقتي اصلا مش عارف. انا كنت بعمل في الشهر مرتين انترنت، يعني مش عارف هعرف ادخل بقى على الاوبشن بقى، واعرف ادخل على 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 السوفت وير بتاع التليفون وافهم، يعني هو التليفون تاتش هعرف افهم الحاجات دي ولا انا هنسي الموضوع؟ انا متهيألي مش هعرف اتعامل معاه. هتدخل حتى تليفونات جديده، تليفونات في الايد، يعني في تدخل في. انا حاسه انه نسيت الاوتوكاد ونسيت كل شيء درس. لا انا احنا هنرجع البني ادمين القديمه دي، عارفها انت؟ انا بتهيألي انا لو ماشي في الشارع اللي هم في الكهوفه دول قابلت حد من صحابي اللي هو هتفاجئ، ممكن الاقي واحد من صحابي تخن رفع اتجوز خلف مات بجد المشكله دي. هنرجع البني ادمين اللي هي من العصر القديم دول اللي هم مش عارفين حاجه بقى في التليفون. لو طلعين فخادم سمير وشايره غايب ايه دوت لما احنا لما نخرج بقى نروح استوديو بتجينا الحاجات غريبه. لما خرجوا انت بتجينا الدنيا غريبه والسماء كده سنه كام احنا صار واقف في الشباك في الاوضه اللي في المسرح بشوف السماء وبتشوف عامل السماء كده. المزيد من اخبار الطلاب بعد البريك، خليكم معنا.
لأول مرة زار عازف البركاشن ألبير بوياجيان الطلاب ليقدم لهم حصة خاصة بالإيقاع. هلو كيفكم؟ منيح؟ صحتين صحتين. هاي شانتال من وين؟ لبنان. مروان. مروان هاي كيفك؟ صباح نسيم من تونس. مابال من وين؟ لبنان. لبنان دينا من مصر. دينا من مصر. اوه سيادك 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 اسمي ألبير بوياجيان. أنا رح أعطيكم إيقاع. رح نعمل تابلوات مع بعض. رح نتعلم شوي من الإيقاع من كل شيء. من إيقاع العربي وإيقاع أجنبي. طيب بدي أسألك سؤال حنان. بالنسبة لك شو يعني إيقاع؟ إيقاع يعني موسيقى يعني كل شيء. إيقاع. إذا ما في إيقاع فينا نغني؟ أكيد لا. لا. هو كل شيء. لا يعني إيقاع شو هو أساسا؟ الموسيقى اساس الغناء صح؟ هو الحياة نبض صح؟ نبض الغناء. حدا عنده شيء بعد؟ شو هي الايقاع؟ ما بعرف انا عم برات الايقاع برا. انت برات الايقاع؟ طيب لكن اكثر شغله رح اشتغل عليك اليوم كرمال تفوتي بالايقاع، لانه الايقاع اهم شيء. اليوم اذا انا ما بسمع الايقاع ما بعرف غني مزبوط، ما بعرف دق مزبوط، يعني كل شيء اللي هو مركب على الإيقاع. خلينا نفسر شوي عن هذا الشيء. اسمعوا جايز، أكيد تعرفوا كلكم طبلة. لا هذا اسمه كيتن. كيتن أوكي، بيستعمل مع كل إيقاع عربي. أوكي هذا شو اسمه؟ كيتن. كيف بندق؟ لا لا بنحط بين رجلينا. أوكي بندق. أوكي وفينا ندق كمان. هيك مظهر كمان صح. هذا بستعمله بالريجاتون. كل شيء اغاني ريجاتون، كل شيء عم تحرك. مثلا اعطيكم مثل. هذا اسمه ريجاتون. اوكي كل شيء مستعمل للاجنبي. شو اسمه؟ اوكي كاخون. كاخون هذا اسمه كونغا. كونغا بالافريقيا. كونغا هيدا لاتن. لاتن بيركاشن نستعمل السالسا تشا تشا. اوكي فين عمر؟ هلا بدنا نعمل مع بعض. لكن مروان رح يعطينا الايقاع الاساسي كلنا مع بعض رح ندق. اذا حدا طلع لبرا رح اقول له ستوب. خذ هيدا. خذ هيدا. ايه. رح شوف بين حيطين مع مروان، لانه مروان قبل ما يفوت ستار اكاديمي كان يدق. ما يتشطر عليه. انا كنت زفي استاذ. اوكي يلا. شو كنت زفي يعني؟ كنت زفي ها؟ والله العظيم كنت زفي. يلا. يلا. ريس. بلش. يلا. ايقاع؟ ايقاع. اعطيني بوم بوم ريك تاك بوم ريك تاك. مين رح يفوت معهم؟ قل لي ريدي؟ ريدي تفوت معهم؟ على الوطي بلا سولو. إيقاع ثابت. كلنا ثابت. مين ريدي؟ ريدي تفوت. What?
الانسان بيقول انا بعرف كل شيء اوكي وبيضلوا حاطط راسه بده يعمل كل شيء هو بينجح بحياته كلكم نفس الشيء خليكم قوية ما تخافوا مش يعني اذا طلعتوا برا يعني انتم ضعاف لا ما حدا يفكر هيك ما حدا يفكر هيك اوكي يعني انا خليني اعطيكم مثل عني انا انسان بلشت من زيرو ما كنت اعرف ولا ايقاع ولا رقص ولا شيء هلا بعرف كل شيء برقص كل شيء دق كل شيء كل شيء صحيح ده عملته انا لحالي اذا انا بدي اجي على ستارك ادم استفيد انه صار عندي فانز اوكي طب هيدا الفانز بدي اشتغل كرمال دائما طول مش انا اطلع من الاكاديمي قاعد بالبيت نطرت لحدا يجي يقول لي تفضل مسيو غني صح فانتوا لوحدكم رح تعطوا قوه لحالكم تتوصلوا محل وتصيروا ستارز اوكي ان شاء الله كلنا ستارز ان شاء الله اوكي يلا حلقتنا لليلة انتهت مشاهدينا بكرة حلقة جديدة وأخبار جديدة عن الشباب والصبايا باي باي يقولوا ما قدر أجيبها دوبي وكل يقولوا هذه صعيبة هجيبة يعني هجيبة لو كان تحت الحراسة وده لوعده